تنفدك عليك يا عم الصادق. هيا أعطيني وذنك. أمي سميت ريحة الماكلة من قبيلة نشم في ريحة الحريق. هنا نكذب في روحي. نورمان يا هاتي شوف. ما فما شيء نورمال. الموتور سخن تو يبرد ونصلحها. تعليش شعللتها سليمان؟ عبد شوف شهر ربي. قل لي انت يا سي عم الشيفور شنو اللي ترى فيه نورمال؟ من قبيل الدخان طالع تقول لي نورمال؟ نورمال يا ودي شو نورمال؟ هالميني بيس بتاعك بلعت كيران. هذا ما عمرهم ما يبلعوا. هذا ما موديل قديم. علاش ما عادش يصنعوا منهم؟ على خاطر ما يخلص همش يتلقاه الحكام المزود. نورمال عم نورمال سمعني هل كبوت خلينا نعمل طلع. اسمع انت يا سيطوس حكمة تهاب كبوت بحواجك واطلعوا قعد بحضمها. ما يقعدش يحضمها. انا الكل نهبتي تمير لقتي فضيلة. هيا نمشيو نطلعوا طرف كليل اخضر. اين كليل اخضر اختي فضيله يعيشك؟ من نجم نشيلك صباط الفراد نغطس هكا والفورير والحوايج السنين في الطبيعي كمان. امي فضيله استنى نجي معاك بشويه. نحب نجمع شويه خبيزه عندي برشا شهيتها. عايش بدي مش قايل خبيزه يا اخي. ثم كوش هكا محلوله في الخلاء. أوه ماما الخبيزة ونعمل لي زبينا بيان سور. باش نخلطو مرقة خضرة كي نخلطنا. صلحتش يا كار كارا يا ربي عليه ما خذيتش انا كارا بالوكاسيون عليه. شتا ديجا شو امي فضيلة عيد مشي بسال بابا. توينا نتاع ايفا توا. هيا تعال شوية ماما شوية ميلي. شد ماما خلي صابرة بحديك شوية. صابرة زيدا. هلي ما بنها محلي الخضار. امي فضيلة ايجا نقضي. تعمل ستوب وتخلينا بس عاملين لكم مفاجاه. ما خويا هيا سيدي خويا هيا خذي دوزه. هيا اختي زينب لم تبش وجهي واطلعوا. امي عزوزتي سايب عليك وين دبرناها سايب. اهبط راسك تبانك اسبوع يبانك.
اختي زين شميس يدي خويا تغشش شعرتي قلت والله يا زين بالله العظيم كان شديت ويا رب كان شديت راني مش بشتو Il me manque plus que ça, voilà. Il n'a pas tenu Christian Dior, t'es. قلت لك تو نصلحها نورمال الموتور في الدخن يظهر لي احنا هما اللي فدينا وبجاه ربي يسمك ربي كلمة نورمال ما عادش تعودها نورمال يا امي امي شنو هذا؟ اش فيها شوية زريحة زريحة؟ هكا تو داخلين اللوتيل بالكليل والزعتر والسلق والخبزة ايش بيه تو نخليوها في الكار لا لا يا امي عايش كيت هات طول تلابيهم انا وتو نحطهم في الماء هات خويا سليمي هنيني على الخبيزة باهي نعمل بيها سلطة وطبيخة ونذوقك منها رد بالك على روحك عاد اطلع اطلع زي بك اي يوم ياكم حطيتو في المال اي يا عم الشيفور عندك شنو عندك اسبوعي وينو ما يحب على ستوب اتو يخلط علينا في ستوب بسالش يا أمي خليه يجري بهيله الجري خليه يذوب يا أمي ما قلت لي يقف تحب تشوف الحناية هاهم الحناية الكل قدامك مطلهم يخلق ربي خويا سليمان قدوم ياسر هذوما هذوك محسوب عندهم 100 سنين سيدي خويا يجيش يعمرهم قد عمر قد يدوش يجي أحسن خويا سليمان شبيهم مش كاملين المقاول قدم الفلوس وبصع لا لا يظل البني مخشوش يا ولادي يفهموا يفهموا هذوكم أصلهم الأصيل من وقت الرومان كانوا يجبدوا الماء من زغوان تقول لي السوناد بتاع الرومان يعطيك الصحة السوناد بتاع وقتها سيدي خويا بربي سمعني اش بيهم الرومان تو هكا يبنيو الازهار بتاعهم بعيد على تونس يا اخي ما تعرفش معناتها اثار بجاه ربي عايش خويا ديماري ديماري ديماري
عاد روحكم ياش هاتي لكم هاتي كشت يا بابا كشت لطف على امي شوي امي فضيله امي معايا صابره اي اي خدي الدوش اي اي اختي زينب بعد خلطت عزه رد بالك رد بالك من الهواء على البيبان يا سيدي هك وصلتوا صح سلامات نورمال وصلنا داكور أما صح سلامات ما ظهرني قل لي يا عم الشيفور تو انت اون برانسيب وقت اللي توصلك ليونات للوتيل ها تبدا خالص من مال خالص من عند لوتيل اما سيرمون الكليونات راهم شيخينك بالبوربوار لا فما كليونات عسل يشيخوني بوربوار الا التوريست التوريست ما يجيو كل شيء خالص من غادي ما يعطيو شيء البلوشي عندهم بلوش تري تري بيان حتى انا توريست زاد امي سامحني هاني باش نمشي نتفقد حكايه الريزرفاسيون ها سليمان الكليل والخبيزه نتاعي والزعتر وينهم اي اي امي بيان سور توت سويت صباحي اختي زينب وين الكليل والزعتر والخبيزه والسلق بتاع امي انا كليل ولا زعتر ولا خبيزه والله لكليتهم والله لكليتهم شفت يا امي شفت يزي بالشوف بشفالي يزي هاك ريت هذي عشر عمله ومازلنا ما دخلناش اللوتيل استناني جاي معاك سكر عم نورمال طبت معي تبشي مام انتوما كالتوريست ولك التاكسيفون ما تحط ليش فوس بوربوار يدي الراسي ما نحركيش برهبت بقاشك يا سبوعي اي كمل هبك في الفريجات وتو نعيطوا البقاجيست متاع الوتيل يدخلوا هاي جميع عمل ايش هاي ندخلوا هاي عزوزي امي هاي سادر هاي سمعني ببر برقاو كمان هاي هاي عزوزي سمعني هاي دخلت علينا الدبش لا يا اخوي سمحت ما يشخدم أنا باجاجيست نجم تدخل للريسبسيون وتسأل عليه. وأنت إيش تعمل لي؟ أنا نخدم في الباب، نحل ونسكر. لا ما تقول لك أنا مدخلين خارجين. مولودة دي بالطبيعة يا زينب سيدي خويا ما تنساش عاد باش تعمرني فيشتي وانت ما تنساش باش تهبط لي فليشتي تتعنى خويا سامعني اهلا وسهلا بربك السيد اللي طلع الباجاجيست للبيوت باجاجيست للبيوت تقصد لي باجاج واضح توتسويت بون هاي هاي سيدي هذوما الفيشات نتاع الجماعة الكل طون بعد يتعداو لك بالواحد بالواحد يصحوا لك ويعطيوك بطاقاتهم هاي الياسر بالله نجمش نعرف النوامر بتاع البيوت وي بيان سور يمشي حط باش انا وبرجع الاخرين امشي مش توجيب الاخرين سيدي خويا وي سيد بس تري تري بيان يعطيك الصحة ما لكاش نستناو هاي نمشيو عزة ان شاء الله البيبيات ما تعبوش ها ليه بالعكس خويا سليمان باش يطيروا بالفرحة يا قنوتو يا قنوتو يا قنوتو سامحني خويا وي البيسين ويني البرا بحدا شناك علاش يا اخي ماهيش مغطيه اي فشتين غطيوها باش
شنو باش؟ لا لا نحكي على البيسين كوفرت. بيسين لا لا ما عندناش. كيفاه خويا عندكم تلاسو وما عندكمش بيسين كوفرت؟ شكون قالك حتى تلاسو ما عندناش؟ تياكم قلت له السكرتير متاعي اللي تعملوا دي سوان باللي زالك. صرايا تحكي على لي سوان. انا ماشي في بالي تحكي على لي زالك اللي خرجوه من الموجه في الشتاء. شو لذلك يخرجوا موجة في الشتاء؟ اش مش نعمل بيهم؟ كان شي طاجين سبناخ. والله حتى انا قلت اش مش تعملوا بيهم انتم؟ هاو كمان مرة صدينا قطفوا. سيدي خوي كيف زموع؟ قول لهم علي وصيتني. مي بيان سي تري تري بيان. لاي دزن جام ترمال تو تهزوا الفريجات نتاعكم وتاخذوا خدام الريسبسيون تعطيو النمر بطاقة التعريف وبالنسبة للمعرسين الصديق. ولا درت العائلي. يعطيك اسبوعي بالله فكرتني في المصايف. مصايف؟ وهاللمة هذه شنية لله؟ مؤتمر علمي. سيدي خويا تفضل. سيدي باراغراف كان واحد شنو تشبيك تهدري انطق. سيدي صديق دفتر عائلي. امي هاكا شد عندك. هذه العمله الاولانيه في اللوتيل. يا لوغ سلملم ما فماش مشكله خذ بيت باسمك انت وباسمه وبيت باسم عزه وزينوبه والفوق بدلوا البيوت. شبيكم يا اخي وفزت ملاد؟ انا هكا ريتهم يعملوا في الافلام. بون لدوجه تفضل هاو مفتاح بيتك انت وامي. عليه سلملم يا اخي ما فماش بيوت سنجل. شكون هاللي مشنجل سم الله؟ انا هو اللي مشنجل يا امي. سنجل معناتها تحب تقعد في بيت وحدها. امان اختي دوجه ما قصدت حتى شيء. اختي فضيله حبيت كل واحده منا تلقى راحتها في بيتها. تفضل لله خذ راحتك هتو نقعد مع ولدي. وين وحد توا هكا ماما؟ يا اخي مش انت اللي شديت صحيح باش امي فضيله تجي معاك؟ انت مش مشكل يا جماعه مش مشكل. حقا هاكا في بيت عزه واسبوعي باش نجيبوا زوج فروشات للبيبيات. استنى ساعه وشكون باش يلعب البيبيات للصاريه؟ اسبوعي ما هو كلم البيبي سيتينغ بتاع الوتيل. شكون هالبوستين زياده؟ لا هذه داده خاصه بالوليدات. يا عمي يا عمي شوف في بعض الوتله ساعات تلقى غشيره تتلهى بالخشاش. فوالا هاي يا سيدي هاي مفتحكم فليجاتكم وبيوتكم مادام انا ثبت في حكايه الديني قلع. كراجيست باكاجيست طيي وهذه زاده هاي هاي يا اسبوعي. وين سيدي خويا؟ ايجا هوني ايجا ايجا. عيطت سيدي خويا؟ لا لا ما عيطتلكش ناديت لك. قل لي يا اخي مثبت اللي هبط لي فليجتي من المينيبوس؟ هبطتها وي ملاويني. شنو لون الفريج؟ شنو لونها؟ تتبهبس؟ لونها؟ لونها زرقاء. والله يا سيدي خويا بط الفريجات اللي في الماء الكل. بال يا ولدي ما حطيتهاش في الماء المصة حطيتها وسط المينيبوس. عددي ما قلت لي يا سيدي خويا. ما تهنى ترجع لك. تو جيب وقتني جي روح بينا. وراح بينا؟ تري تري بيان. يا اسبوعي. يا أمي. 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 هاكا ديجا العمله الثانيه هذه في الاوتيل. قداه نمره هو قداه؟ استنى ها الو اهلا خويا شي احوالك يا عي شنو في الثنيه باترو فاتيغي يا عي بربي اسمع حقا بربي سامحني برحمه الوالد والوالده وبرحمه اللي مات لك سامحني
اللي ما عطيتكش بور بوار هلا غالب ساهو لا يا راجل كيفاه هذا واجب هذا تعبت معانا والكرهبة وقف الطومبان لا 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 وخيان وخيان اسمع مالا هوكا توا باش نرجعك منك تجيب لي الفليجة ومني نعطيك البوربوا ها نورمال نورمال بيناتنا كلمة نورمال تظهر لي مش نورمال يا اخي الناس اش كانوا يقولوا قبل ما يستعملوا كلمة نورمال ظهر لي كانوا يقولوا مش نورمال لا 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 ها تفكرتها كانوا يقولوا بركك حتى انا توريست زاد امي سامحني هاني باش نمشي نتفقد حكايه الريزرفاسيون ها سليمان الكليل والخبيزه نتاعي والزعتر وينهم اي اي امي بيان سور توت سويت اسمعي اختي زينب وين الكليل والزعتر والخبيزه والسلق نتاع امي انا كليل ولا زعتر ولا خبيزه والله لكليتهم والله لكليتهم شفت يا امي شفت يزي بالشوف بشفالي يزي هكا ريت هذي عشر عملة ومازلنا متخلناش اللوتيل استناني جاي معاه تشسك عم نورمال طبت معي تبشي مام انتو ما كي التوريست وين لك التاكسيفون ما تحط ريش فوس بوربوار يدي الراسي ما نحركيش برهبت باجاجك اي كمل هبك في اللي جيت وتو نعيطوا الباجاجيست نتاع الوتيل يدخلوا هاي جميع عمل هاي ندخلوا هاي عزوز زي امي هاي هاي سمعني ببر برقاو كمل هاي 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 عزوز زي دخلت علينا الدبش لا يا خويا سامحني ماهيش خدمة أنا باجاجيست نجم تدخل للريسبسيون وتسأل عليه وأنت إيش تعملوا لي؟ أنا نخدم في الباب نحل ونسكر العباد الكل تحل لهم دخلي خرجي مولودة دي بالطبيعة يا زينب سيدي خويا ما تنساش عاد باش تعمرني فيشتي وانت ما تنساش باش تهبط لي فليشتي خويا سامعني اهلا وسهلا بربك السيد اللي طلع الباجاجيست البيوت باجاجيست البيوت تقصد لي باجاج واضح توت سويت بون هاي هاي يا سيدي هذوما الفيشات نتاع الجماعة الكل توم بعد يتعداو لك بالواحد بالواحد يصحوا لك ويعطيوك بطاقاتهم هاي الياسر بالله نجمش نعرف النوامر بتاع البيوت وي بيان سور يمشي حطك باش انا وبرا نجيب الاخرين نسيت امشي امشي تو جيب الاخرين سيدي خويا وي سيد بس تري تري بيان يعطيك الصحة ما لاكاش نستناو هاي نمشيو عزة ان شاء الله البيبيات ما تعبوش ها ليه بالعكس خويا سليمان باش يطيروا بالفرحة يا قنوتي يا قنوتي يا شفت
سيدي خويا. بالله بالله ناوي تعمل ستوب وتخلينا؟ بس عامله لكم مفاجاه. ما خويا هيا هيا سيدي خويا هيا خذي دوزه. هيا اختي زي بلم لم تبش وجهي وطلوا. امي عزوزتي سايب سايب عليك وين دبرناها سايب. أنا تحكي علي أنا؟ هي تري تري بيان أهبط كانك راجل أهبط راس تبينك أسبوع يبالك. أختي زين شمي سيدي خويا تغشش شعودي قلت والله يا زين بالله العظيم كان شديت ويا رب كان شديت راني مش بشتو. أنا فتي بيبي فتي بيبي أنا فتا دوجة نعيش كم نسكت شوية. شنو ماما ما نجبش سكتها وما Il me manque vite ça, voilà. Yalti, pas tenu, Christian Dior, t'es. قلت لك تو نصلحها نورمال الموتور في الدخن يظهر لي احنا هما اللي فدينا وبجاه ربي يا سماك ربي كلمه نورمال ما عادش تعودها نورمال. يا امي امي شنو هذا؟ وش فيها شويه زريعه مو. زريعه هكا تو داخلين اللوتيل بالكليل والزعتر والسلق والخبزة ايش بيتها نخليوها في الكار. لا لا يا امي عايش كيت هات هات طول تلابيهم انا وطول حطهم في الماء هات هات خويا سليمي هنيني على الخبيزة باهي باهي نعمل بيها سلطة وطبيخة ونذوقك منها. رد بالك على روحك عاد اطلع اطلع زي سي يوم ياكم حطيتوه في المال يا يا عم الشيفور عنده شنو عنده واسبوعي وينه ما يحب على ستوب اتو يخلط علينا في ستوب. تنفدك عليك يا عم الصادق هيا اعطيني وذنك. سميت ريحة الماكلة من قبيلة نشم في ريحة الحريق هنا نكذب في روحي. نورمال نورمال هني هبت نشم شيء نورمال الموتور سخن تو يبرد ونصلحها تعليش شعللتها سليمان عبد شوف مش ربي قل لي انت يا سي عم الشيفور شنو هو اللي ترى فيه نورمال من قبيل الدخان طالع تقول لي نورمال نورمال يا ودي شو هو نورمال هاي الميني بيس بتاعك بلعت الكيران هذا ما مرهم ما يبلعوا هذا ما موديل قديم يا ليش ما عادش يصنعوا منهم على خاطر ما يخلصهمش
يتلقاه الحكاية من المزود. نورمال نورمال. عم نورمال سمعني سمعني، هل الكبوت خلينا نعمل طلع. اسمع 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 اسمع، انت يا سيتوس حكمة كهاب كبوت بحواجك واطلعوا قعد تحضمها. ما يقعدش يحضمها، انا الكل نهبطي كمين لقتي فضيلة. هيا نمشيو نقلعو طرفك ليلة أخضر. إنك ليلة أخضر أختي فضيلة يعيشك، ما نجمش لك صبات الفراد نغطس هكا والفورير والحوايج السنين في الطبيعي كمان. أمي فضيلة استنى استنى نجي معاك بشوية بشوية، نحب نجمع شوية خبيزة عندي برشا شهيتها. عايش بدي مش قايل خبيزة يا أخي، فما كوش هكا محلولة في الخلاء. أوه ماما الخبيزة نوع من الزبينار. قالوا الزبينار بيان سور باش نخلطوا مرقة خضرة كاين خلطنا. صلحتش يا كار كارا، يا ربي عليه ما خذيتش انا كارا بالوكاسيون عليه. شكا ديجا أمي فضيلة عيد نمشيو سالبابا. توين انت ايه توا؟ هيا تعال شوية ماما شوية ميلي. هيا هيا شد ماما خلي صابرة بحديك شوية. صابرة زودة. هلي 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 ما بنها محلي الخضار امي فضيلة ايجا قلبي. سامحني خويا. وي البيسين ويني؟ البرا بحدا شناك. علاش يا اخي ماهيش مغطيه؟ اي فشتين غطيوها باش. شنو باش؟ لا لا نحكي على البيسين كوفرت. بيسين لا لا ما عندناش. كيفاه خويا عندكم تلاسو وما عندكمش بيسين كوفرت؟ شكون قال لك حتى تلاسو ما عندناش؟ تياكم قلت له السكرتير متاعي اللي تعملوا دي سوان باللي زالك. صرايا تحكي على لي سوان، انا ماشي في بالي تحكي على لي زالك اللي خرجوه من الموجه في الشتاء. شو لي زالك يخرجوه من الموجه في الشتاء؟ اش باش نعمل بيهم؟ كان شي طاجين سبناخ. والله حتى انا قلت اش باش تعملوا بيهم انتم؟ هاكم المره صرتين يقطفوا. سيدي خويا كل اللي معلي وصيتني مي بيان سي تري تري بيان لاي دزن جام ترمال تو تهزوا الفريجات نتاعكم وتاخذوا خدام الريسبسيون تعطيو النمر بطاقة التعريف وبالنسبة للمعرسين الصديق ولا درت الرعايلي يعطيك اسبوعي بالله فكرتني في المصايف. مصايف وهل لما هذه شنية لله مؤتمر علمي؟ سيدي خويا تفضل. سيدي باراغراف كان واحد شنو تشبيك تهدري انطق. سيدي سيدي قدام العائلي امي هاكا شد عندك. ها هذه العمله الاولانيه في اللوتيل يا لوخ سلملم، ما فماش مشكلة، خذ بيت باسمك أنت وباسمه، وبيت باسم عزة وزينوبة، والفوق بدلوا البيوت. شبيكم يا أخي وفزت ملاد؟ أنا هكا ريتهم يعملوا في الأفلام. بون لدوجة، تفضل، هاو مفتاح بيتك أنت وأمي. عليه سلملم اخي ما فماش بيوت سنجل. شكون هاللي مشنجل سم الله؟ انا هو اللي مشنجل يا امي. سنجل معناتها تحب تقعد في بيت وحدها. امان اختي دوجه ما قصدت حتى شيء اختي فضيله، حبيت كل واحده منا تلقى راحتها في بيتها. تفضل لله خذ راحتك، اتو نقعد مع ولدي. وينو
توا هكا ماما يا اخي مش انت اللي شديت صحيح باش امي فضيله تجي معاك؟ انت مش مشكل يا جماعه مش مشكل. حقا هكا في بيت عزة واسبوعي باش نجيبوا زوج فروشات للبيبيات. استنى ساعة وشكون باش تلاب البيبيات للصارية؟ اسبوعي ما هو كلم البيبي سيتيك بتاع الوتير. شكون هالبوستين زيادة؟ لا هذه دادة خاصة بالوليدات. يا عمي يا عمي شوف في بعض الوتلة ساعات تلقى غشيرة تتلهي بالخشاش. فوالا هاي يا سيدي هاي مفتحكم فليجاتكم وبيوتكم مادام انا ثبت في حكاية الديني قلع. كراجيست باكاجيست اي اي وهذه زاد اي اي انت يا اللي تسوق يقف اسبوعي وانتي يجري ورانا. بسالش يا امي خليه يجري بهلو الجري خليه يذوب. هاي يا امي ما قلت لي اقف تحب تشوف الحنايا هاهم الحنايا الكل قدامك. مطلهم يخلق ربي خويا سليمان قدوم ياسر هذوما هذوك محسوب عندهم 100 سنين سيدي خويا جيجي عمرهم قد عمر قد يدوجه يزي يزي احسن خويا سليمان شبيهم مش كاملين المقاول قدم الفلوس وبصع لا لا يظل البني مخشوش يا ولادي يفهموا يفهموا هذوكم اصلهم الاصيل من وقت الرومان كانوا يجبدوا الماء من زغوان تقول لي السوناد بتاع الرومان يعطيك الصحة السوناد بتاع وقتها سيدي خويا بربي سمعني اش بيهم الرومان تو هكا يبنيو الازهار بتاعهم بعيد على تونس يا اخي ما تعرفش معناتها اثار بجاه ربي عايش خويا ديماري 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 لطف على امي شوي امي فضيله امي معايا صابره اي خدي اي زين بعد خطره عزه رد بالك رد بالك من الهواء على البيبي اي يا بنتي سيدي هك وصلتوا صح سلامات نورمال وصلنا داكور أما صح سلامات ما ظهرني قل لي يا عم الشيفور تو انت اون برانسيب وقت اللي توصلك ليونات للوتيل ها تبدا خالص من مال خالص من عند الوتيل اما سيرمون الكليونات راهم شيخينك بالبوربوار لا فما كليونات عسل يشيخوني بوربوار الا التوريست التوريست ما يجيو كل شيء خالص من غادي ما يعطيو شيء البلوشي عندهم بلوشي